هذا واحد الصوت واحد شغال وقاعد يشد. اسمع 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 الصوت. قرب قرب المايك قرب المايك. اسمع اسمع الصوت. اسمع الصوت. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله طيب. ما شاء الله تبارك الله. ايش هذا الصوت الجبار هذا؟ تسلم. لا انت تنشد؟ والله انا انا مار من هنا اسمع. انت كنت تنشد ايش؟ الفكر يا انسان لولا اطلقته. الفكر يا انسان لولا اطلقته. لو اطلقته. لولا أطلقته. لولا أطلقته. الفكر يا إنسان. قولها قولها. الفكر يا إنسان لولا طلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له صبحا انت دائما تشتغل وتنشد؟ دائما تشتغل هنا جوا الفحم هذا تكسر وتنشد؟ وانا خليتني والله عاوز اشتغل. ما شاء الله تبارك الله. حافظ شوية ثانية؟ قول. موطني موطني الشباب لم يكن له ان تستقل له يمين او يمين تقول لا نريد قل لنا مؤبدا وعيشنا المنكدة بل نعيد مجدنا التاريخ ينشد لا نريد ذلنا المنكدة ذلنا المؤبدة ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. وهو يعمل في هذه الوظيفة. أنا أعذرني والله يعني أنت أنشدت تنشودة يعني يعني هي تتكلم عن أشياء عميقة جدا عن الشاب العربي واللي ينادي وطنه بعيشة كريمة وغيره. فجاني منظرك وانت تنشدها يعني انت تنشد شيء والواقع شيء فهذا اللي حزني فمعليش والله يعني. فالله يكرمك أحمد إن شاء الله. الله يكرمك إن شاء الله. انت والله المعذرة يا أحمد معليش يعني. طيب ايش كمان
صوتك جميل ما شاء الله يعني. شو بدك تقرا ايضا؟ تقرا قران لمن؟ يا عبد الرحمن اسعد. قول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلع اطلع اطلع. وين الباب؟ من اطلع؟ تطلع من هنا؟ كيف تطلع من هنا؟ عبد الله شيل لي عشان اطلع. انت تدخل من هنا وتطلع من هنا. وبعمل هنا. بسيطة بسيطة. عنك 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 عبد الله عنك عنك. بسيطة بسيطة عجيب. عنك 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 عنك. عنك. كيفك عبد الله؟ طيب خلي خلي عنك 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 بسيطة بسيطة. أصلاً كيف طلعت؟ هذا كان موجود أصلاً؟ كيف كيف دخل؟ هذا من طالع من جوا. أيوة أنت مطلع هذا من جوا. تعال الدخله وطلعها. طيب تعال 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 اقعد معك احمد شوي. يا من لا اله الا هو، من سواك لهؤلاء المستضعفين وهؤلاء الاطفال الذين هم موضع الرحمة في هذه الحياة، وهم بشاشة الروح واطمئنان القلب أينما حلوا، وهم الجيل القادم الذي ينبت الأمل من أرض الألم، والأمل دوما بالله أكبر، فالله مع المنكسرة قلوبهم. تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء، حسبهم رب عظيم وسميع للدعاء، قد يطول العسر لكن بعده يأتي الرجاء، حسبهم رب عظيم وسميع للدعاء، قد يطول العسر لكن بعده يأتي الرجاء، إن دروب الأرض سدت مشرع درب السماء.